حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هالبرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم في المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات البرنامج. للمشاركة بالبرنامج من داخل العراق تقدرون تتصلون بنا على واحد من الأرقام الاثنين اذا تشوفوها جوا، فمن زاخول الفاو تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج على واحد من هاي الرقمين. اما هاي الرقمين اذا تشوفوها سهنانه ذني رقمين مخصصه الى الخارج، فعندكم اربع ارقام للاتصال، ذني اثنين الى الخارج وايضا داخل العراق تقدرون تتصلون، ورقمين للداخل. اما هذا الرقم، هذا رقم الواتساب، رقم الواتساب اكو هوايه دي يتصلون وما زالوا يتصلون، ودائما ننبه انه رقم الواتساب ما باتصال ما يبين يمي ولا راح اقدر اشوف انه انت حضرتك قد تتصل بي. الواتساب مخصص بس للرسائل، فاتمنى تكون رسالتكم مكتوبه متبوعة باسمكم ومكانكم حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم من برنامج صوتكم. الفيديو اللي شفتوه بعد إشارة البداية، حريق بمحطة الكهرباء. هاي الحالة لو تصير بوحدة من البلدان المتقدمة، يعني كان دزت مسجات أو كان قدمت مناشير مثلا إنه الكهرباء راح تنقطع، بس وين الكهرباء بالعراق؟ حتى يقولوا لهم الكهرباء راح تنقطع، فإذا احترقت محطة أو ما احترقت هي الكهرباء أصلاً محترقة. موضوع اليوم مو بس الكهرباء، الخدمات بشكل عام. الخدمات تشمل الكهرباء، المي، المصرف الصحي أو شبكة مياه الصرف الصحي اللي نسميها المجاري، إضافة إلى المواصلات، إضافة إلى الشوارع، إضافة إلى الخدمات العامة. الخدمات العامة بالعراق وين؟ لا شفنا أولا دا نشوف بالعراق أكو شارع محترم العالم تمشي عليه، لأنه ماكو إدامة إلى 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 الشوارع العراقية والأرصفة، أرصفة منتهية، لأنه أكو تجاوزات كثيرة من هواية أناس، علما أنه هاي التجاوزات أكو ناس مدعومة من بعض الأحزاب فما حد يقدر يحكي وياها على تجاوزاتها، وأكو ناس مقرودة يبني له غرفة على رصيف حتى يتاوى بها هو وأهله، فإذا كان هذا ما عنده دعم جت البلدية وشالته لأنه هذا تجاوز. كهرباء، الكهرباء العراقية تعدكم خبرها أكثر مني، تعرفون العراق إيش صاير بي، تعرفون حال الكهرباء العراقية في وقت الصيف اللي بي درجة حرارة العراق يعني 50 وأكثر. مي الإسالة بالعراق يعني لا ينشرب، لا يوصل، لا يصعد للتانكي، لا ينغسل به. وأكو هم يعني فيديوهات هواية كحشرات داخل المي، كمي يشتعل، مي مسمم، مي ملوث، هواية أمور. شبكات الصرف الصحي، المجاري عفواً، ما شاء الله احنا كل مشكلة عندنا بكل فصل من فصول السنة عندنا مشكلة، بالصيف عندنا كهرباء لأنه الدنيا حارة وماكو كهرباء، العالم مشتعل شعل، بالشتاء عندنا مجاري هي مسببة لنا مشاكل لأنه تمطر الدنيا تغرق المناطق العراقية. أم محمد من كربلاء حياك الله. أم محمد. ألو ألو. هلا بيك يمه، يوم بس اذا امكنت نصيلي صوت التلفزيون حتى تسمعيني واسمعك بشكل افضل. ايه قول يوم. الو 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 يمه انت على الهواء، بس نصيلي صوت التلفزيون حتى اسمعك. يا جرائم داعش الارهاب التخريبي هدم وخرب اثار القديمه في كربلاء، هذا التراث، هذا التراث له اسم بتاريخ كربلاء وبآثار كربلاء. القلعة الهندية شيدت في 1700، لها تراث قديم في مقاطعة 24 منطقة 187، قام بتخريبها وسرقات عقارات الدولة من قبل أم محمد. بس إذا تسمعي لي، منو خرب هاي القلعة أو الآثار الموجودة بكربلاء؟ جرائم
داعش الإرهابي. بس أم محمد الحكومة العراقية تقول بكربلاء ماكو هذا التنظيم. هذا أكو تعال شوف بنفسك وأقرأ. أنا عندي متابعة قانونية منذ الأزل. لعد ليش الحكومة العراقية ما حاربت هذا التواجد بمحافظة كربلاء؟ لال الجرائم الذي محتفظين به، أنا مشتكية واحتفظوا بي من كان عمره 13 سنة، السيد أحمد هاشم مصطفى، والمخربين الويا هم مو من محافظة كربلاء، من خارج محافظة كربلاء لاجئين. أم محمد بس إذا تسمحي لي، الحكومة العراقية من أشارت إلى وجود تنظيم داعش يعني من الشمال تحديدا الموصل، وصلت البغداد ووقفت وقالت محافظات الجنوب ما بيها، أنت تقول لي موجودين بكربلاء، ليش الحكومة المحلية بكربلاء ما حكت بهذا الموضوع؟ وليش ما طبلت أنه التنظيم طبل كربلاء؟ ليش الحكومة العراقية ما قالت أنه التنظيم طبل كربلاء؟ ليش وزارة الدفاع ما حكت بيها؟ ليش الميليشيات ما حكت بيها؟ يعني ما حد حكى وقال أنه بكربلاء أكو شيء يتبع لهذا التنظيم الإرهابي وحاربه أصلا؟ يعني هسه دا نسمع منك. ويشرف عليهم أحمد هاشم مصطفى، كثير الجرائم، يقتلون الرجال ويحتلون النساء. أم محمد مدى تجاوبيني، كلامك على عيني وراسي فاهمين، بس ليش الحكومة العراقية لا مصطفى الكاظمي لا حيدر العبادي لا القبلة لا نور المالك ولا واحد من اللي حكموا العراق من رؤساء الوزراء عادل عبد المهدي أو غيره قالوا إنه أكو تنظيم بكربلاء؟ هسه دا نسمع منك ليش مدى يحجوها؟ إحنا نريد من مصطفى الكاظمي يسوي فرق عملية ويجون يشوفون بعيونهم. تمام. القلعة من فرد الشرق قناة الشرقية اتدخل بها سعد البزاز، وطلعت بشرى عاشور من محافظة كربلاء طلعت على الشرقية قالت سرقوا القلعة في ليلة نعم شكرا لك ام محمد. يبدو انه محمد تشير الى وجود هذا التنظيم وصل الى محافظه كربلاء وده يخرب قلعه وده يخرب اثار، لكن ما اعرف يعني الناس ده تعرف بهذا الشيء والحكومه ساكته، يعني هل هي الحكومه ساكته ومشاركه وياهم؟ هل هي الحكومه راضيه في سرقه الاثار العراقيه؟ همينا ما نعرف. هل الحكومه العراقيه عاجبها هذا الوضع انه يرجع التنظيم يعيش مره ثانيه وهم اعلنوا عليه في اعلان النصر وعلى ضوء طلع حيدر العبادي وقال احنا نهينا هذا التنظيم بشكل نهائي؟ فمدى نفتهم شنو هذا الموضوع؟ يعني اليوم ام محمد تقول هذا التنظيم موجود بكربلاء، فنتمنى من مصطفى الكاظمي او نور المالك اللي مسقط راسه كربلاء يروحون ويشوفون الوضع. ابو علي حياك الله يا ابو علي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. شلونك استاذ العزيز؟ هلا بيك اخويا. ممكن اشارك بالبرنامج مالكم؟ ابو علي انت على الهواء مباشره تفضل. يابا احنا ترى هذه الحكومه جزعتنا صراحه، يعني جزعتنا من امور ديننا، يعني خلتنا نفكر واحنا نايمين شو نسوي باشر وشو نسوي اليوم. نعم. يعني من ساعه يطلع ناشط اعلامي بالبصره يقول الكهرباء استمرت يعني زينه عندنا يطونها 4 ساعات، هذا مو يخاف لازمين للباب خاف يطلع يذبحونه يقول 4 ساعات. نعم. زين هي 4 ساعات منين اجت الاربع ساعة ويقطعون من عدن؟ صدق بالله العلي العظيم كل 4 ساعات ماكو عندنا لا يعني بقاطبة بالعراق. نعم. زين يطلع لك هذا شو اسمه عمار الحكيم يقول انا قاعد لي ببيت اجار خشب، هو قاعد له ببيت بالجاد رئيس ولا 4 مليارات. نعم. زين هذا عمار الحكيم اكو قاع الحج طوينا بالزبير مقابل السيطرة البحرية اشتراها ب40 مليار، 75 دونة متارسها صهاريج وتارسها شركات وصهاريج تحمل نفط لإيران، ويطلع يقول أنا قاعد لمنين جابها هاي الفلوس؟ من أبوها الأقرع اللي قتل السرطان وفطسه؟ يطلع هادي يطلع هذا العامري يقول بالعباس انا ما اخذ 1000 دينار، صحيح ما ياخذ 1000، هو ياخذ مليارات الالف، شو يسوي بيه؟
نعم. اللي جابوه العراقيين جابوه خلوه منصبه هو الى لقطات تطلع بالتلفزيون يقول شي وجهنا الامام احنا حاضرين يقول موتوا نموت يقول هجموا على العراق والا لقطات يقتل بالجيش العراقي. يا بالجيش العراقي ما يريدون الايرانيين الفرس المجوس يطبون للعراق ويعملون بما يشاء، هو قاعد يزيحونهم هو يقتل الجندي العراقي. وهسه مخلينا منصب هنا مخلي التيار ما ادري السلك مال المولد ما ادري شنو مخليه هنا، وكل الاحزاب هذا التيار النغمه وهذا حزب اللغوه وهذا ما ادري وين، وكل من حزبه ومتمركز بمحافظه. تعال الناصريه شوف لازم تطلع عندك لقطات بالتلفزيون، شوف الناصريه سوى مقرات الاحزاب خلاها تراب والشفلات. نعم تلينا والله السادة العزيز بلور تلينا بهم، هسه خليه يطلنا عليهم. هم مو اعطوا فتوى للعراقيين قالوا يابا اعطيناكم فتوى روحوا زيحوا الدواعش، وطوا فتوى وطلعنا الدواعش كلها شو نقلبوا علينا. عمي احنا نطرح ناخذ فتوى من ترام ما ناخذ من عدو. نعم زين ناخذ فتوى من ترام الا يابا ترام تعال اعطينا فتوى خليك نسدولها. لا معمم ولا احزاب ولا تيار النغمه ولا تيار الكهرباء ولا كلا نكنسه كنس والله ياك عبوس. احنا للناصريه كفي لك الله مدافع عندنا دوشكات عندنا رمان عندنا قاذفات هاونات ما ابد نكنسهم لما نطلع بهم الزاخو. نعم هسه ابتلينا استاذ العزيز والله ابتلينا بلوى يعني بشرفك يعني ابن شهيد الله حب دمه ونثره بالموصل وطلع الدواعش تلقى يلم قواطب الزباله يبيع له قونيه قواطب الف دينار يجيب له بهن كيلو طماطم لها ليه؟ يعني صايرة هذه بتاريخ العالم صايرة هذه. هو كان منتسب بالداخلية؟ منو؟ ابنك؟ لا لا أقصد لك ابن الشهيد يعني ابن الشهيدة أنا ابني. لا أنت حكيت لي على واحد كان يعني مشارك بالعمليات وهسه يلم قواطي من النفايات، هذا كان منتسب مثلا؟ منتسب بالفرقة التاسعة. وليش طلعه؟ نعم ليش طلعه؟ مو طلعه أقول لك ابن الشهيد يعني يلم قواطي يبيع يلم من الزبالة قواطي هذا جزاء يعني هذا جزاء. كحق شهيد ده تحكي إنه ما ماخذ أنا عبالي واحد ثاني غير ابنك الشهيد. نعم 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 لا 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 يعني الشهيد يستشهد بالموصل يطلع. نعم موصلت زين. انا اقول لك ليش؟ ليش؟ لانه ما مسنود ما عنده حزب ما مسنود تصير بالاحزاب وتقتل وتسلب وتنهب يقول لك اهلا وسهلا بيك هاي رمانه فجر بيت فلان فجر بيت كذا فجر بيت كذا وما قاعدين ما مسنود. هذا ما مسنود يلم قواطي يلم حديد بالشارع يبيع شيء يسوي يريد يقوت عائلته. نعم قاسم سليمان قريان الفاتحه مالته مليار يودون له وهسه راتبه ثابت بالعراق كل شهر يودون له 500 مليون ما ادري ايش قد بل انا بلوى سليماني لما خلف الله رايت الله بيضة لترام لما قلب ويا ولك انت ايش عندك تتجول بشوارع بغداد الساعه بالاربع الصبح خلها تاكل باللحم مالته البزازين والكلاب يلا خلصنا من عنده. نعم شكرا 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 الى ابو علي. احمد من دياله حياك الله يا احمد. عليكم السلام والرحمه والاكرام. تحيه لك استاذ هبل ولا قناه الرافدين. بس نصي لي صوت التلفزيون دا اسمع اوضح. نعم 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 نعم, نعم. قول اخويا قول اغاتي احمد. نعم نعم استاذ هبل. اي حبيبي قول اغاتي. والله يا استاذ هبل ما اعرف يعني تحكي يعني على الفساد على الكهرباء على الماء على فقدان الأمن على التعيينات يعني ايش نحكي ايش نحكي ايش نسولف. نعم على دولة 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 تبعية إيران هذول كلاب إيران نسأل الله أن يخلصنا من عندهم. والله هي ملت أرواحنا صبرنا نفد ما عندنا صبر. هذول اللي كانوا مطاردين من قبل النظام السابق وهذول هم بقاياهم اللي بقوا بالعراق هسه كلاب ايران
قالت المرجعيه وحكت المرجعيه. شوف المرجعيه تلعب بالمليارات والحمايات وسياره مصفحه ويضحكون عليكم يا اقبياء. شوفوا لوين وصلوا البلد، المرجعيه وربع المرجعيه غير السياسيين. ليش انطوا فتوى لمحاربه داعش ودمروا 3 محافظات دمار بالكامل 80% من دمار هالمحافظات هي على يد هالميليشيات وعلى ايادي الحرس الثوري. نعم. ليش ما انت فتوى لمحاربه الامريكان لمحاربه القوات الامريكيه بالعراق؟ هسه جاي يقولون والله فتوى الجهاد الكفائي حاربت داعش. هذا مخطط ايراني، مخطط هذا شو تخطط له من الحرب العراقيه الايرانيه من الداخل. عندها كلاب هنا تخطط المشروع هذا، لان يضحك عليهم. اقول عليهم المرجعيه ستاني ما ستاني ما ادري منه. شوف المرجعيه شوف شلون بالتحليل بثروات البلد وابنائهم برا يدرسوا بالخارج سياره مصفحه وعلى السبالت وانتم محرومين من الكهرباء محرومين من المي النظيف. زين يا مرجعيه يا مرجعيه يا اقبياء يا اقبياء شوف البلد ايش سوى بيه المرجعيه وجماعه المرجعيه. وطيح الله حفظه، طيح الله حفظه محض ايران، طيح الله حفظه محض حفظ سليماني. نعل على روح سليماني، نعل على المرجعيه. وانا اشكرك استاذ امان. شكرا لك اخ احمد. المشكله اليوم انه احنا عندنا الخدمات اللي نحكي عليها، كهرباء عالم منتهي من عندها، مي تعرفون قضيه المي العراقيه، شوارع العراقيه اصلا ما لها ادامه ولا شيء، مجاري ايضا عندكم. واحده من الخدمات العراقيه من المفروض المواطن العراقي يتمتع بها هي البطاقه التموينيه. بطاقه تموينيه انوجدت حتى تساعد المواطن العراقي او كمساعده من الحكومه العراقيه للمواطن العراقي او للفقير، بس هي ما كانت تتفرق ما بين غني وما بين فقير. كل ابناء الشعب العراقي ياخذون حصتهم من الحصه التموينيه حسب ما مسجل لدى الدوله العراقيه او بالتعداد السكاني. هذا مفروغ منه، لكن الحصه التموينيه اللي بدت او بال 2003 كانت 10 او 12 ماده وصلت الى 6 مواد، صارت 4 مواد. وهسه العالم تقول يا نستلم الطحين ويا ماده، يا ما نستلم الطحين، يا نستلم تمن، يا نستلم شكر، شهرين ناخذ شهرين ما ناخذ. هذا اللي دا يصير بيه. زين، ميزانيات العراق من 2003، من 2003 العراق معتمد على النفط بس. يعني احنا ما عندنا سياحه، ما عندنا تجاره، ما عندنا صناعه، ما عندنا زراعه، ما عندنا تصدير، ما عندنا منتجات عراقيه العراقي يعتمد عليها او يعتمد عليها حتى تزيد مردوده او تزيد الدخل القومي للبلد حتى تكون من ضمن الميزانيه العراقيه. احنا معتمدين بس على النفط. من 2003 صارت اكو زياده بسعر النفط، صارت ميزانيات انفجاريه 80 مليار و85 مليار و99 مليار. بس وينهن؟ ادري يعني 18 سنة فوق الألف مليار دولار ما قدرت تبني بلد. ابو عراق حياك الله. شلونك استاذي؟ هلا بيك اخوي. الله يخليك. من كربلاء ابو عراق. والنعم منكم ان اهالي كربلاء. الله قل اخوي هذا الحكي ميت يتعب مليان احنا. نعم. احنا مليان بس نريد ناشد السيد المرجع السيد عدس الثاني الله يحفظه. نعم. شنو هذا السكوت؟ يعني احنا تفنا مليانة بالسيد ليه السكوت هذا؟ هم هذول مو خوش اواجه. مو خوش ناس ما يطلعون بالحلم. نعم. انقطع الاتصال من ابو عراق، عفوا من كربلاء. ابو عراق من كربلاء يقول احنا نعرف دول اللي يحكمون مو خوش اوادم. انا راح ابين لكم اياها اذا ما وصلكم الصوت. يقول انا عندي مناشده الى المرجعيه الكريمه بالعراق، تقول يعني يناشد بها يقول ليش هذا السكوت؟ ليش ساكتين على هاي الناس اللي احنا نعرف بها مو خوش اوادم وما جايه تبني البلد وانتم ساكتين عنهم؟ فمناشده من اهالي كربلاء الى المرجعيه الكريمه في محافظه النجف أو المرجعية الأعلى في العراق في النجف،
مناشدة إلى السيستاني، مناشدة إلى أي مرجع من أهالي العراق أنه ليش ساكتين عن الظلم وعن الجور وعن السرقات وعن كل ما يصير بالعراق، بحيث اليوم حال العراق، العراق أسوأ بلد بالعالم، أفضل بلد بالفساد، آخر بلد حسب القائمة من آخر البلدان اللي هي بيها شفافية، أكثر بلد بفساد، أكثر بلد في محسوبية. بغداد أصبحت يعني أكثر مدينة خطرة بالعالم وغير مؤهلة للعيش. التعليم بالعراق خرج من حساب الأمم المتحدة واليونيسيف وخارج السياقات وما معترف به دوليا أصلا. فالصحة العراقية منتهية، ومنظومة الصحة العراقية دا يشوفوها العراقيين من 2003 إلى اليوم من انهيار إلى انهيار أكبر. ماكو رقابة محلية، ماكو دكاترة جيدين في بعض المستشفيات، أكو دكاترة زينين على الرأس بس معدودين على الأصابع ويخافون لأنه أكو من يهدد الدكتور اللي يشتغل. إضافة إلى الدول اللي أصبح بالعراق، اللي كان العراق يفخر بمجانية التعليم ومجانية العلاج، العراق كان يفخر بهذه القضيتين، مجانية التعليم حتى التخرج من الجامعة ومجانية العلاج. اليوم أي مواطن عراقي يطب بأي صيدلية لازم يفر لفد 30-40 صيدلية دا يدور يا صيدلية من هال30-40 وحدة تطي الدواء بسعر أرخص، لأنه صارت مضاربة بالأسعار لعدم وجود وزارة تابع الأسعار وتحط تسعيرة للأدوية اللي دا توصل، غير الأدوية اللي دا تجينا من دول الخارج وبيها أمراض مثل الإيدز اللي اكتشفوها على الأدوية الجاية من إيران. أبو ياسين من ديالى، حياك الله. حياك الله يا غالي دائم حبيبتان المحترمين. حياك الله يا غالي. عزي أفعل الأخ أبو عراق من كربلاء ناشد الكهنة. أخي هو سلسان واحد من أولاء الكهنة هم سبب دمار العراق، اللي هم دمروا حتى الدين والإسلام بس لها. أبو ياسين يعني أبو ياسين المرجعية لها مقلدين كثر في العراق. هو هذا الشخص ديناشد المرجعية كونها يعني صاحبة الرأي الأكبر اليوم، حتى عند السياسيين هذا اللي يقولوا السياسيين يقولون احنا ناخذ أوامرنا من المرجعية، فهو ديناشد المرجعية بل كتتساعد. نعم المقلدين مشكلتك مخافة تذلية، لأنه أنا أجلس السؤال أقول لك أنت تحمي دارك، لو جارك تحمي دارك، بس السؤال مو بالبلد، ما يحمي أموال العراقيين ولا يحمي دماء العراقيين ولا يحمي أموال أهل بيت الرسول الكرام، فأهل بيت الرسول الكرام هم عرب ما عاجب، فالسلسان أعجمي ما يحمي العراقيين ولا ناجد ولا ندل وصاير. إحنا مو مقلدين، إحنا السنة مو مقلدين، إحنا عندنا القرآن والسنة، وإذا عندنا مرجع هو الدولة، إذا كانت دولة حقيقية ما عندنا دولة حقيقية. فهذول يا أخي هم دمروا العراق، ضعتوا على الناس السدد، والله العظيم هم المرجعية كيف على إيدي عقول سدد، عقول أجمع حدا احترام الأخ مؤلف العراق. لا والله على آية أبو شيماء وغرم شيماء، هذول نواس ناس الهلقية اللي قتلنيش نماذج يعبدونهم. العراق الباع يا أخي أبا الباع، يوم من الشيطان الحدا اليوم قدم الناس الثاني، قد يقول لك قدمنا شيء قدم، يعني مثلا زواج الخاصرات لو المتعة لو 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 إلى حد سماح الأطفال. أبو ياسين ما أريد ندخل في هذه القضايا، النقاش في هذا الموضوع ما يجيب أي نتيجة. موضوعنا اليوم الخدمات، موضوعنا اليوم كهرباء مي، هذا اللي أريد نحكي به. أبو ياسين أرجوك خلي يطلع يقول لنا للحكومة وين الكهرباء، خلي يطلع يقول الحكومة وين المي. أنا ما أتحدث هالشيء الأخي أفعل، ما عنده إجازات، هذا رجل ما عنده إجازات للعراق. من أجل العراقيين؟ من استبع دماء العراقيين؟ من جاب النداعش؟ من دمر هاي المحافظات؟ من دمر نوب الفرات الوسط الجنوب؟ هم مو ساكتين. فأخي أفعل هذا الكلام اللي أتحدث أنا عنه هو السكوت علامة الرضا، معناته داعم للإرهاب وداعم القتل. هو إذا قدمنا خدمات أخي أفل، هذا مشروع احتلال. الاحتلال ما رفض الشعب، عمره ما رفض الشعب. هذه ملاءات الاحتلال، فالمرجعية مستفادة والمرجعية مرتشية، وأكو أدلة واحترافات مرتشية المرجعية 200 مليون دولار حتى ما يقاتلون الاحتلال. هو اللي يسمح للاحتلال يطبوا للنجر وكل العراق، لكن هذا
النجف إلى قدسية عبد الإمام علي عليه السلام، وكربلاء المقدسة هي عبد الإمام عليه السلام والعباس، فأخي هم سبحوا لهم. ليش مستفادين؟ هم ما يدول دين ولا يدول إسلام ولا يدول شعب إسلام. هذا الشعب صار اليوم 18 سنة يذبح ويقتل الجوعان. هذا الحرب والضيم وكهرباء ماكو، ما حسبوا أنفسهم، ما قالوا وين جالس محمد رافع ما ذا كهرباء ما عنده. احترام للسودان، السودان هميش ما عندهم كهرباء، هميش عايشين الضيم. يعني انت يوم اصبح العراق جواز جبل دينار، هاي الشباب الحلوه صار تسقط تحت الصبار، يقول جاب 500 دينار ما تطلع تطالب حقوق، طالب وبطل ينقتل، يدعونه بانه يقول دوله ولد المرجعيه لا دار رفيقات. يعني ما يقدر من حلال الفتاوي، حتى الفتاوي مو ذاك يوصل حلول البحث الصامت. يعني ترى ناس عراقيين نفهم، مو جاي دافع عن نظام البحث في سوريا وجاي يقتل بالناس الفقراء. هذه العامل وغيره ذول هاي النفايات مال ايران، هم ذول عندهم عشاير، عندهم اصول، عندهم دين. يومهم عربي يستحيل ناس قتله، اخي افل يستحيل واحد حافظته امه ومن نص العربي يقتل اخوه العراقي. ما صار كان مقنع بي. هذا كله جاي تقصد بي قتول ذول مو من صول العراقيه ولا من صول العربيه. ذول ولد حرام اذا كانوا مرجعيه واذا كانوا سياسيين واذا كانوا ميليشيات واذا كانوا ولا في جيش وطني. اخي هذا دمار العراق سبب غياب النظام الوطني. احنا مو ندافع صدام حسين، لكن صدام حسين تهز الكوس كله. صدام حسين لا عمر شهاده امام مشنقه ولا شهاده. يعني ما نضحك على انفسنا، والله العظيم انا احد معاي النظام السابق. نعم نعم لكن الحق قال. شفنا فرق، شفنا مر ورا الشيطان ما شايفينه. ضحكوا على العالم انه روح طبر وروح طبر وروح انطب وروح انطب بعد اسبوعين يبدو محرم. نعم. بعد يطلعون لك يلطمون محل حل خفيف. شكرا. المعممين والسياسيين يلطمون، وهذا يقدم لك في الدير، وهذا يقدم لك في الدير. يو حسين حكى هني هاي 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 دول الزباين. شكرا شكرا لك ابو ياسين. ابو ذو الفقار من نينوى حياك الله. ابو ذو الفقار يبدو انقطع الاتصال، اتمنى يرجع لنا ابو ذو الفقار حتى نسمع رايه. صباح من بغداد حياك الله. السلام عليكم استاذ افن. عليك السلام والرحمه والاكرام اخويا. طبعا من 2003 ولحد الان احنا فاقدين الخدمات في العراق كامل العراق، يعني في جنوب العراق وبغداد عاصمة العراق وفي المناطق الغربية باستثناء الاقليم كردستان. يعني 2003 ولحد الان السياسيين احنا اللي هو مصدرين على المشهد العراقي، يعني هو القرار الاول والاخير للسياسيين. احنا حكومة ما عندنا، يعني لا مصطفى الكاظمي ولا القبلة كلهم سيئين، كان بيدهم قرار. ونعرف احنا عدة أدلة موجودة ان القرار بيد قادة الكتل الرئيسيين، يعني مثلا نور المالكي وهادي العامري وعمار الحكيم ومقتدى الصدر وياهم اثنين ثلاثة النوب، هم بديهم إدارة الدولة. يعني اذا اكو دولة يعني فذول الناس ما يجمع لإعمار العراق وبناء العراق وبناء بنية تحتية قوية رصينة في سبيل يستغلها المواطن ويستفاد من أده المواطن، يجمع يخربون البلد في سبيل يصير الملجأ الأول والأخير بالاستيراد مثل هاي الكهرباء وغيرها كلها نستوردها من إيران. يعني هاي المشكلة الأخيرة مع الكهرباء راح أطرق لك إياها بعد شوية، لكن الخدمات اللي أمين بغداد، خلينا نحكي على بغداد العاصمة، أمين بغداد ليش ما اشتغل وصرفت لأكثر يعني عدة مليارات الدولارات مثل هذا عبعوب المجنون اللي تابع له الصدر؟ ليش ما حاسبه مقتدى الصدر قال له وين هاي الأموال كلها وين صرفتها؟ سوت مشاريع حقيقية من تبليط من خدمات مجاري من اتصالات من كل شيء ما اشتغلهم، لان ما يريدون بغداد تنهض، ما يريدون بغداد يعني تصير قلعه، يريدون تخريب بغداد. بالفعل صار تخريب بغداد كل شيء، يعني حتى الملف الامني ببغداد ما سيطرهم عليه. وهاي شوف المفخخات ما نعرفها تيجي من امريكا من ايران وتتفجر بالابرياء سواء سنه او شيعه، هاي ما قدروا يخلون كاميرات حراريه ويسيطرون على الوضع. هاي الناس اللي جاي تزهق ارواحها كل فتره. صباح انا بس عندي سؤال اتمنى اسئله وتجاوبوني عليه او تجاوبني عليه. مقتدى الصدر شو له علاقه يحاسب ويشيل ويحط ويربط وهو ما عنده اي منصب وما عنده اي صفه رسميه بالعراق؟
نعم مقتدى الصدر طبعا وزارة الصحة وأمين بغداد أخذ أكثر من دور وعنده عدة وزارات خدمية للصدريين وسائرون. فمقتدى الصدر ما يصير أي وزير وأي مسؤول أمين بغداد إذا موافقته مباركته، هو الأول المسؤول الأول عن كل الوزارات الخدمية بالفترة الراحت، هو مسؤول يعني على المباشر على وزارة الصحة وأمانة بغداد وغيرها من وزارات الخدمية مثل وزارة الإسكان وغيرها. مقتدى الصدر هو اللي رشح ذولي، يظل يبوق من عنده ويسحب من عنده من الميزانيات تصرف إلى هاي الوزارات، وبعدين من يريد يحترك في المي يقول لك أنا ما له علاقة بي. زين ما هو تابع للصدر ويحكي بلسان الصدر، مقتدى هو مسؤول مثل ما مسؤولة المرجعية بالدرجة الأولى، مسؤولة المرجعية بالنجف مسؤولة على العراق بالكامل على ما جاي يصير به من دمار على إيد هاي الحثالات السراق السياسيين والرجال القادة الأمنيين. مثل ما مسؤول السياسي العراقي على كل ما يدور بالعراق، يعني هو مقتدى الصدر جزء من عملية سياسية، هو مو رجل دين، هو طلع هسه يقول لك منصب رئيس الوزراء القادم انه شو راح تاخذه من المالك والمالك يريده، راح يصير صراع قوي بيناتهم، الضحيه الشعب، راح تصاعد التفجيرات وراح يزيد القتل والكواتم في سبيل يضغطون على الشارع العراقي ويمررون هذا الكرسي، الكرسي رئيس الوزراء اللي ما شفنا خير من عنده كله ضيم. والدليل الدليل اللي قاله احد موظفي وزاره الكهرباء العراقيه انه ازمه الانقطاعات الاخيره نتيجه وجود صفقه كشفها وزير الكهرباء اللي اقيل حاليا انه احد التيارات ما اخذ حصته. انا شاكر لك اخ صباح بس اعذرني عندي اتصالات اخرى، شكرا شكرا لك لاتصالك بينا. ابو شيروان من دهوك، حياك الله يا ابو شيروان. انا مساء الخير استاذ افد. مساء النور، حياك الله اخوي. انا استاذ افد لو رئيس وزراء عنده غيره نعم يستدعي التحالف الدولي ومنها امريكا نعم، شون جو 2003 ويجون مرة أخرى وينطوهم 50% من النفط العراقي ويصفون ذول الحصالة والخمسين الباقية يبنون بها العراق. يا أخوي اللي يبقون على ذول الحصالة مستحيل يبني العراق ولا يتفقون، مستحيل. استاذ أفل أرجو منك تبلغ كل مجتمع الدولي يكون يحضرون ويحاربون ذول الميليشيات وذول الطابعين لإيران وأمثالها. نعم نعم نعم، شكرا شكرا لك ابو شيروان. ابو شيروان يقول دول عندهم غيره، كان حسبوا التحالف الدولي. انا راح اجاوب على هاي النقطه، لو عندهم غيره كان حسبوا العالم كله، كانوا اخذوا حق العراقيين اللي ماتوا نتيجه هذا الاحتلال الامريكي الانجليزي الصهيوني اللي سموه اللي ما تسموه الايراني، لانه كل الوثائق الدوليه تقول هذا الاحتلال بني على كذبه، وكل العالم يعرف أنه من أتى لحكم هذا البلد اللي كانوا يسمون نفسهم معارضة أشاعة وكذبة حتى يجون يسيطرون للعراق ويهدمون هذا البلد، كذبة أسلحة الدمار الشامل. والأمريكان قالوها والإنجليز قالوها وغيرها قالوها، والمشكلة أنه ذيك البلدان حاسبة حكامها. بس أريد أسأل سؤال واحد، حقوق هالشعب منو راح يجيبها؟ أو ذو الفقار من نينا، وحياك الله رجعنا. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. تحياتي لكم الكادر القناة والقناة البطلة. حياك الله أخوي. حياك الله. التي تحمل معاناة الشعب العراقي. حياك الله يا غالي. أخي العزيز، بالنسبة للحكام الموجودين في العراق ولا ذولا حفالة، حفالة مجتمع وحفالة دول. هذول الناس جايين لتدمير العراق. تدمير البنى التحتية من صناعة، صناعة، مستشفيات، صحة، تعليم، إلى الكهرباء. أما بالنسبة للكهرباء وتفجير أبراج الكهرباء فشغلة معروفة ومدروسة من قبل هذول الحكام الذين هذول ما يخافون من الله، لو يخافون من الله كان خافوا على هذا الشعب الجائع.
من صفحه كورونا. يقولون امسكوا بيوتكم لا تطلعون برا، لا تشتغلون، بطاله، جوع. من كل الجهات متحكمين بامور العراق ومتحكمين بهذا امور الشعب العراقي الفقير. وشكرا. شكرا لك ابو ذي الفقار. المشكله انه الاخ صباح بين لنا نقطه لما سالته عن ماهيه مقتدى الصدر في العمليه السياسيه، او شنو دوره السياسي، او شنو منصبه حتى هو يحاسب ويحل ويربط ويشيل ويحط. هو جاوبني جواب. اتمنى من الشعب العراقي انه يخلي النقطه هاي بباله، لانه اوروبا في القرون الوسطى كان الدين هو المتحكم، وكان البطريرك هو اعلى من الملك ومن الحكومه في اي دوله اوروبيه، الى ان اكتشف الاوروبيين انه فصل الدين عن السياسه هو فيه تألق أوروبا عالميا. فأتمنى أن العراقيين يفهمون هاي النقطة وينفصل الدين عن السياسة، أو تطبق الشريعة الإسلامية بشكلها الصحيح، لأنه رسولنا الأكرم عليه الصلاة والسلام إجا إلى قبائل متحاربة متصارعة، إلى شعوب جاهلية كانت تأذي النساء والفتيات، وأسس دولة، والدولة كبرت وأصبحت إمبراطورية وفتحت بلدان. فعندنا واحدة من حالتين، يا نفصل الدين عن السياسة ونخلي رجال الدين ما يتدخلون بالسياسة، يا أما الحكام ينفذون الشريعة الإسلامية بحذافيرها. علي من الأنبار حياك الله. حياك الله أخوي. السلام عليكم. عليك السلام والرحمة والإكرام. حياك الله اخويا. انا عامي طالع عامي. نعم. يعاني من الكهرباء لحد هاي اليوم على 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 يعني شلون قدام معك. نعم. او لا قد ما احاول. اخ علي تقدر تغير لي مكانك لين ما نسمعك بشكل واضح؟ نعم. نعم. نعاني من عامدة السيول ما عندنا. نعم. نعم سابيع. ايه تفضل اخويا ده اسمع. نعاني والله من سيول يعني كهرباء مثل الله والوادي ما عندنا. نعم. والله رجعنا بيوتنا مهدمة. نعم. قاعدين بحيه. نعم. في حد الان قلقل على المنظمه الدوليه اللي طلعت وانطتنا كرفانات وقاعدين بيها. قاعدين بصف بيتنا اللي هو واقع، احنا ما يقارب هنا 40 بيت 50 بيت كلها مهدمه بيوتنا اللي هي قرب مجاوره قرب ذراع دجله. نعم. فلحد هاي الساعه احد يجاوب بلحات سال علينا. وقاعدين بخيم يعني وكان اللي كرفانات واحنا عوايد. وهاي والحق هذا طيب مي والله نشرب من البرينة نشرب طيب من البرينة نفر براين بيدا مي مالح ونشرب ثلج والله نشتري من السوق طالب ثلج صار شهر بنت ونص بعد 2 ونص عمالة لا شغل لا عمالة يعني وين نروح المن طوجونة المن نسأل يعني الفقير وين يروح الفقير نعم. فقير المشكلة بس مشكلة أول على الهتالات هاي. نقول حسبي الله ونعم الوكيل. نعم. شكراً لك أخ علي من الأنبار. يعني تعرفون شنو القضية اللي العراقي عاني من عندها صدق، واللي هي تثير الإعجاب أكثر مما واستغراب وتخلي الواحد يفكر هواية ويضرب أخماس بزاز. الاحتلال إذا نقرأ عنه في كل بلدان العالم أكو نوعين، أكو احتلال يبني وأكو احتلال، مفهوم الاحتلال واحد، دولة تحتل دولة، وماكو احتلال يبني، لكن أقصد أكو نوعين للاحتلال، أكو دولة تحبب نفسها حتى تبين للناس أنه هي وياهم، هي مو وياهم، هي تريد تحتلهم،
فتعلمهم لغتهم وتجبرهم على تعلم اللغة، تبني لهم بنايات تشبه البنايات. أدها مثلاً عندكم الاحتلال الفرنسي إلى الدول اللي احتلتها، تلقون بعض البنايات وبعض النقاط اللي بنوها الفرنسيين مشابهة إلى ما موجود في فرنسا حتى يحببون الناس. هي ما حبوها، بس هذا الاحتلال ما هدموا، وكو احتلال يهدم. بغداد والعراق مو أول مرة يتعرض إلى احتلال، خامس أو رابع أو خامس مرة يحتل. ماكو مرة احتلت بها العاصمة العراقية بغداد وما هدمت، ماكو مرة احتل بها العراق وما انقتلوا العراقيين. أنا هاي الشغلة ما تخليني أفهم شنو قضية العراق. ليش هذا الخوف إنه البلد يعيش؟ أمريكا اللي احتلت البلد هاي الديمقراطية جابتها؟ أبو زهراء حياك الله. أستاذ حياك الله أخوي، شلونك أستاذ؟ حبيب قلبي الحمد لله. والله إحنا يسلم قلبك، نعاني الكهرباء بديالة في نوفا المغدادية. حياك الله أخوي. يعني الكهرباء في نوفا زفت. نعم كهرباء ماكو، هاي اللي يوميا مقعيلة هاي التيول، هاي كلها سياسة الحكومة. يعني هي الحكومة اللي توقعها، هاي اللي توقعها هي عندها الولع بالحكومة، كلها سياسة من أيران وقع هاي التيول، وقع الكهرباء. يعني كهرباء هو فدنه شربان، انتهت الكهرباء فدنه مناطق نقول الريف، مناطق سلسل ما فيها فدنه بكهرباء ساعة وطفيها 10 ساعات، تعبانين بشكل. نعم ايه والله استاذ. نعم انتهينا فدنه، شغلت الكهرباء نهدنا ناية لا لين الليل ولا نهار نهار، مي ماكو على بياض، جانا الكهرباء ماكو، منين يجر مي؟ شو راح نشرب مي؟ كله على بياض، هاي المنطقة السلسل كله على بياض. نعم ايه والله استاذ، تعبانين حيل حيل تعبانين، بيوتنا كلها دموها راحت. وبالنسبة للشربان هاي ساقطة بالميليشيات، ساقطين ولا حد يقدر يحكي وياهم، سيطرين شربان، اسم الشربان هي ساقطة بيد الميليشيات. اي والله استاذ. نعم شكرا لك ابو زهراء الله. حياك الله. بالنسبة الى رسائل الواتساب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأساس في رعاية الشؤون تكون على أسس فكرية صحيحة، والعراق الآن ليس للنظام الحاكم فيه أساس فكري عقائدي ينبثق منه رعاية شؤون الناس، لأن الدافع للعمل هو الإيمان والإخلاص والعمل الصحيح. أما الميليشيات فلن تقيم دولة ولن ترعى شؤون الناس بالحق والعدل، فيجب أن تقوم حياة الناس على مبدأ صحيح وهو فهم الإسلام. ففهمي ما صحيحا ليس تلك الأفهام السقيمة. مهندس ناصر الليهيبي حياك الله أخوي العزيز. هاي الحكومة ما تخاف الله، ما تحس بالسجناء، احنا بالبيوت والحركة تلنش، حال أولادنا بالسجون كل قاعة بها 50 شخص على الأقل، كافي فرح الشعب المظلوم، فرح الأمهات، نطالب بالعفو العام باستثناء الملطخة أيديهم بالدماء، وإذا ماكو عفو عام ماكو انتخابات. وتحياتنا لكم. على أبناء الشعب الخروج بثورة عارمة مسلحة للخلاص من إيران وميليشياتها. أخوكم أبو محمد السعداوي من الناصرية، حياك الله أخويا. مساء الخير قناة الرافدين الكريمة وأستاذ أفل، وين الحكومة ومقتدى الصدر؟ ليش الفاسدين هم تنقطع عندهم كهرباء مثلا؟ بس ولد الخايبة مظلومين، أخي إيران هاي تحكم العراق. وشكرا فاتن من ألمانيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البطاقة التموينية محملين بها منية، وهي ما بها غير الطحين، وياريت لو بي خير فاسد. تحياتنا لقناتكم الكريمة. عتبنا على هاي الحكومة العراقية إذا هي أصلا عراقية وتحس بمعاناة الشعب شعبهم. طبعا يا أخي الكريم رحنا مواجهة ويا السجناء دا يشكون معاناتهم للسيد الكاظمي. أريد أسألك سؤال، أنت عشاك أو غداك نصف كوب تمن والتشريبة ويا جلود ماد دجاج، شنو تتخيل حياة الناس؟ نحن نطالب الحكومة بقانون العفو العام. تعرفون أخواني عزيز الأعزاء بهاي القضية، ما قضية إطعام السجناء، المفروض أنه الحكومة العراقية تقدم لهم واجباتهم كاملة، ومن يتمرض لازم تعطيهم العلاج وتوديه يعني تعرضهم على طبيب وكشف طبي ومراجعة طبية مستمرة حتى تقضي على جميع آفات الأمراض اللي تصير داخل السجون، لأنها مجبرة
في ذلك الأمر الحكومة العراقية بعد ما أخذت وسلبت حرية المواطن، ما من حقها تسلب من عنده الكرامة، ما من حقها تسلب من عنده حق العيش، ما من حقها تسلب من المواطن العراقي أهله أو ناسه أو التواصل مع الخارج. لكن المشكلة أنه الحكومة العراقية ما فاهمة هذا الشيء نهائيا، أو فاهمة ودسوي العكس. وبعد الجواب يمكم أنتم يا الشعب العراقي، لأنه الكلمة الأخيرة لكم. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامجكم صوتكم بنفس الموعد إن شاء الله باكر. في أمان الله.